قعدتنا في صباح الخير يا مصر، دايما بنبدا مع حضراتكم اولى فقراتنا بتذكره لاهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها ان الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من نظيره الامريكي جو بايدن، ايضا تلقى اتصال هاتفي من رئيسه وزراء ايطاليا جورجيا ميلوني. كمان وزاره الداخليه قامت بتوزيع ورود على السياح والمواطنين بمناسبه عيد الشرطه، تفاصيل اكثر خلونا نستعرضها في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي حصلت امبارح شهدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الأمريكي جو بايدن. الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتأكيد الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، وتم تناول الأوضاع الإقليمية في الشرق الأوسط خاصة الحرب في قطاع غزة، وناقش الرئيسان تطورات الجهود الجارية للتوصل لوقف إطلاق نار إنساني بهدف حماية المدنيين، بالإضافة لتبادل المحتجزين والرهائن والأسرى وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبما يدفع في اتجاه خفض التوتر وإنهاء الأوضاع الراهنة. وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على استعراض المبادرات والجهود المصرية للتواصل مع الأطراف المعنية بهدف التوصل لوقف فوري لإطلاق النار، مشيراً إلى ما قامت به مصر من جهود فائقة على مدار الشهور الماضية لإدخال المساعدات الإنسانية وما تقابل تلك العملية من تحديات وصعوبات يجب تذليلها، مشدداً على أن مصر ستستمر في جهودها لتقديم الدعم لأهالي القطاع لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية الجارية عليهم. أيضاً الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من رئيسة وزراء إيطاليا جورجينا ميلوني. الاتصال شهد استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك بما يتفق مع العلاقات التاريخية اللي بتربط الدولتين والشعبين الصديقين، وقد أبدى الجانبان ترحبهم بالزخم الكبير اللي بتشهده العلاقات في كافة المجالات وبحثا كيفية مواصلة دفعها إلى آفاق أرحب. كذلك تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية وبالأخص في قطاع غزة، واستعرض الرئيس الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، وشدد على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في هذا الصدد بما يتسق مع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. امبارح واحتفالاً بالذكرى 72 لعيد الشرطة وحرصاً من أجهزة وزارة الداخلية على مشاركة الاحتفال بتلك الذكرى الوطنية مع كافة أطياف المجتمع المصري، وصل رجال الشرطة بكافة مديريات الأمن مشاركة المواطنين لاحتفال بعيد الشرطة وتوزيع الزهور والهدايا العينية على المارة ومستقلي السيارات بمختلف الشوارع والميادين. أيضاً قامت الوزارة بالاحتفال مع زوار المتحف المصري بالقاهرة من المواطنين والسائحين من كافة الدول من خلال قيام موسيقات الشرطة بعزف عدد من المعزوفات الوطنية اللي لاقت تفاعل إيجابي واستحسان من الحضور وإشادة بما تتمتع به البلاد من أمن واستقرار. نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات اللي شهدت مجموعة من الأحداث. محافظة دمياط أعلنت غلق الكوبري المعدني 3 أيام لإجراء أعمال التطوير وتمهيد شوارع حي غرب أسيوط لبدء أعمال الرصف. كمان في محافظة المنوفية تم تبطين 3 ترع في مركز الشهداء ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومطار مرسى علم هيستقبل 91 رحلة دولية أوروبية هتبدأ من النهاردة والحد يوم الجمعة اللي جاية. تفاصيل أكتر وأخبار أخرى من محافظات متعددة نتعرف عليها في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن محافظة دمياط أعلنت غلق كوبري دمياط المعدني على مدار 3 أيام تبدأ من اليوم السبت وحتى الثلاثاء القادم نتيجة إجراء أعمال صيانة خط مياه بيمر بالمنطقة الواصلة بين رافع مياه البحر. أعلنت محافظة أسيوط أنه تم البدء في أعمال تمهيد الشوارع بحي غرب مدينة أسيوط استعداداً لرصفها ورفع كفاءتها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات. مركز الشهداء في محافظة المنوفية هيشهد أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومنها تبطين 3 ترع في الوقت الحالي، وبتهدف الدولة من خلال تبطين الترع للتقليل من كميات المياه المهدرة ومنع انتشار الأمراض والأوبئة إلى جانب تحسين المظهر العام للترع. مطار مرسى علم الدولي هيستقبل بداية من اليوم السبت حتى الجمعة 91 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة. استقبلت واحد سيوة قافلة طبية ضمت 83 أستاذ ودكتور بالإضافة لممرضين ومتطوعين في تخصصات طبية مختلفة. وقعت القافلة خلال زيارتها للواحة الكشف الطبي على 2126 حالة في جميع التخصصات.
محافظة البحيرة شهدت افتتاح مسجدين جديدين بمركزي كفر الدوار وكوم حمادة بتكلفة إجمالية 7 مليون جنيه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد. مديرية الصحة بد أهلية أعلنت تنظيم قافلة حقك تنظمي في مركز السنبلاوين، واستفادت نحو 2815 سيدة من المركز بخدمات القافلة، وقامت بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، بالإضافة للمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة. مديرية الشباب والرياضة بالأليوبية أعلنت الاستعداد لأجازة نصف العام الدراسي بمجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة اللي بتستهدف النشء والشباب، وبتضم أجازة نصف العام أنشطة وبرامج في قطاع الرياضة والشباب والنشء والبرلمان والتعليم المدني، وبتستهدف الوصول ل 14 ألف مستفيد من النشء والشباب.